كابتن ناصر بعد اذن حضرتك، معانا الحاله عملناها 3 دي مجسمه يعني، اتفضل، وهنشوفها دلوقتي على الطبيعه ونحكم. يلا بينا يا رجاله. اه يا كابتن ناصر هي كابتن على الشاشه الكبير. هات الناحيه الثانيه. طيب طب كابتن ايه، بص عشان انا عارف اتفرج وراك. بص الكوره كلها فين؟ تمام، مش شايفين حاجه. كامل محيط. كابتن ايمن احنا اتكلمنا فيه، عدت كلها بالظبط، واحنا قلنا الكره تعبر بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين وتحت الارض، ده القانون. أيوة. وقلت مبررات ان الحكم ما شافش لان تمركزه ما كانش يسمح ليه ان هو يشوف الكره، وقلنا المساعد ليه ما شافش لان كان هناك اثنين لعيبه موجودين. اذا هنا كان دور التقنيه. ايوه يا كابتن، على الشاشه عند حضرتك دلوقتي. قلنا هنا دور التقنيه يا كابتن، هنا كان لابد تدخل في هذه الحاله اللي ما خدتش، وده انا بستغرب له يعني. هذه الحاله ازاي ما تاخدش معاك اكتر من 10 ثواني او 5 ثواني؟ هنا هدف، والهدف هنا احنا قلنا مؤثر في نتيجه المباراه، ودي المشكله. كتير من الماتشات يا كابتن احمد، كابتن علاء، النادي الاهلي كسب. كابتن الصوره اللي حضرتك جبتها والصوره اللي هي 3 دي دلوقتي ده الفيصل، لان في ناس بتقول يعني بتحاول تشكك ان ده مش جول، ان الكوره ما عبرتش كلها. تمام. بكامل محيطها. تمام. خط المرمى. كابتن انا اديتك بالبرهان الكره عبرت ولا ما عبرتش من خلال اللقطه اللي فاتت، من خلال حتى الرجل المفروده، الرجل الشمال بالقياس بالرجل اليمين اللي هي على الخط. بهذه الحاله اللي انت حضرتك جبتها واللي هي ال 3 دي اللي موجوده، اعتقد النهارده كان هناك فار، والفار ما كانش موجود في هذه الحاله. هدف صحيح لم يحتسب نتيجه، سواء بقى قصور في حكم الفار، قصور في التقنيه. انا المهم عندي يا كابتن علي النهارده ايه؟ النادي الاهلي خسر النهارده بنتين. خلي بالك مش اول مباراه. وقلت كتير ان في اخطاء اثرت واخطاء لم تؤثر، في ماتشات جايه وهنشوفها. ان النادي الاهلي النهارده لم تحتسب ليه ركله جزاء والاهلي بيتعادل. اذا انت ضيعت مني اكتر من ماتش، اكتر من نقطه، وبالتالي هنا بنتكلم في التحكيم اللي كان يجب ان هو يكون باكثر من تطور او ايجابيه في هذه الماتشات.